وللحديث أكثر حول هذه التساؤلات ينضم إلينا هاتفيا مدير مجموعة الهديان للخدمات اللوجستية أحمد الهديان. حياك الله معنا أحمد، أنت صوت القطاع الخاص. هناك العديد من التساؤلات وتداولات الفترة الماضية حول يعني اللائحة حق النقل العام بالنسبة في المملكة. البعض أشار أنه يعني لم تحدث اللائحة، هناك العديد يعني من المطالب. كيف لمستم أو قرأتم أنتم بالنسبة هذه المطالبات؟ حياك الله يا أخوي، سعيد بالمقابلة معكم. بالنسبة للقرار اللي صدر واللائحة اللي أصدرتها وزارة النقل، يا ليت أنهم لو كانوا في البداية أخذوا رأي المشغلين لهذا القطاع على أساس أنهم يعرفون إيش الصعوبات اللي تواجههم وإيش التحديات اللي تواجههم في تشغيل هذا القرار. من ضمن القرارات اللي هم أو الاشتراطات اللي هم طلبوها أنه يكون بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات 10 شاحنات. 10 شاحنات هذه بالنسبة للشركات الصغيرة صعب توفيرها، وزيادة على ذلك أنه 5 سنوات، هو حددها ب5 سنوات كحد أدنى، علما بأن الحكومة وإدارة الجمارك سمحت ب10 سنوات بالنسبة لاستيراد الشاحنات. زيادة على كذا الشيء الثاني اللي هم طلبوه أجهزة التتبع. أجهزة التتبع هذه جدا حلوة ومن حقهم وتفيدنا حنا. أضافوا عليها أجهزة حساسات الوزن. أجهزة حساسات الوزن هذه برضو صعبة جدا على المنشآت، حتى المنشآت الكبيرة. أنتم في القطاع الخاص، إذا سمحت لي، أنتم في القطاع الخاص يعني ما أعطوكم فرصة من أول بهذه اللائحة أو هذه الاشتراطات أنه ممكن تتهيأ مع الشركات اللي تعمل في القطاع الخاص للعمل على هذه المطالبات؟ لا ابدا، ما تم اخذ راي اي لا. واذا هم كانوا ماخذين راي احد يفيدونا يقولون احنا اخذنا راي الشركه الفلانيه او الشركه اللوجستيه. طيب بما نعم، بما انك اليوم صوت للقطاع الخاص او من الشركات اللي يعني تضررت الفتره الماضيه، برايك اليوم يعني الهيئه تعمل على انه يعني لديها خطه الفتره القادمه اللي يعني تنميه القطاع ويعني اضافه العديد من الاجراءات والاحترازات الامنيه، انتم بالنسبه كم تحتاجون من الوقت للعمل على هذه الاحترازات ويعني توفيرها في القطاع الخاص؟ ابرز العوائق اليوم اللي ما خلتكم انه توفرون مثل هذه الاشتراطات؟ أبرز العوائق اللي هي عدد الشاحنات. عدد الشاحنات بالنسبة لأي منشأة يقول لك 10 شاحنات، 10 شاحنات ما يقدر يوفرها، وخاصة أنه حصرها ب5 سنوات. هذه برضو من أكبر العوائق اللي راح تواجه المستثمر بهذا القطاع، سواء كان متوسط أو صغير، ما راح يقدر على 5 شاحنات آخر 5 موديلات. هذه تكلفتها عالية جداً. هذه أول حاجة. زيادة على كذا الموقع، طالب موقع، الموقع من حقه أنه يطلب موقع، اشتراطات الموقع تخضع للدفاع المدني وللبلدية وللمرور، هذه كلها برضو تزيد أعباء عليه. كل هذه بالنهاية حترجع على المستفيد أو على المستهلك المواطن. بكل تأكيد وصل صوتك محمد أو أحمد الهديان مدير مجموعة الهديان للخدمات اللوجستية، كنت معنا رياض، شكرا جزيلا لك.